الجزائر بصدد وضع آخر الترتيبات اللوجستية والتقنية لإعادة فتح المعبر الحدودي الدبداب مع ليبيا، المنفذ الذي يسمح للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين بتصدير السلع والمنتجات المصنعة بالجزائر نحو الأسواق الليبية. كل الاقتصاد اللي يعني معتمد عليها الجزائر رايح يولي مباشرة التعامل مع المتعاملين الاقتصاديين الليبيين هناك في النقطة الحدودية واللي هي المقاطعة الإدارية الدبداب اللي تابعة لولاية إليزي. ونحن كالصندوق الصحراوي للاستثمار جهزنا الأرضية بالشيء اللي نقدروا عليه بالفندق وغرف التبريد وبعض من المخازن وكذا، حتى من ناحية المكاتب اللي نقدروا نتعاملوا حتى مع البنوك. مواد غذائية، أدوية ومواد البناء على قائمة أجندة المستثمرين الجزائريين لتسويقها عبر المنطقة الحرة دبداب باتجاه غدامس بوابة الأسواق الليبية. ليبيا الآن بدها البنية التحتية وبدها البناء وبدها الطرق، كثير من الأشياء محتاجتها ليبيا من الجزائر. عودة الاستقرار الأمني إلى الجارة ليبيا يعطي أملا في تحقيق دفعة نوعية لتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين الجزائر وليبيا. الآن الحمد لله نحن نبحث عن الاستقرار الأمني اللي وصلنا له بوجود الحكومة الحالية أو حكومة الوحدة الوطنية، حقيقة نسعى للتبادل التجاري مع أصدقائنا اللي كانت تربطنا بهم علاقات قديمة. دعم اقتصادي ولوجستي جزائري على خريطة طريق التبادلات التجارية مع طرابلس لإعادة بناء الهياكل القاعدية التي تضررت واستنزفت كثيرا من الحرب الدائرة بين الفرقاء الليبيين على نحو 10 سنوات.